معانا السيدة أم عبد الرحمن، تتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك يا عم، بس تفتك خفيف ده والمعلومة البسيطة بتوصفها للناس. الله يعز حضرتك ويزيدك نور. بقول لك يا عم الشيخ، أنا اتصلت بك بعد العيد الصغير وكنت قلت لك جوزي بيشرب حشيش وكده، وأنت قلت لي ده من الكبائر وحرام، وهو يعني سمع المحادثة وقال لك خلاص أنا هبطله، لا ده من الكبائر أنا هخفه وحرام وانا بخاف ربنا والكلام ده. وفعلا يا فضيله الشيخ هو قعد شهرين بدل ما كان بيشربه بالنهار بطله، بدل ما كان بياخده وينزل بيه لاصحابه بطله. بقى قال لي هم سجارتين بس بالليل، وانا لغايه بس ما ربنا يقويني وبطله خالص. طيب وعد وعد ما بينه وما بين ربنا ان انا هبطله، وهيجي عليا العيد الكبير مش هكون شاربه خالص. اللي هو العيد اللي فات ده، العيد الصغير لما اتصلت بحضرتك وسمعت كلامك. لا لا، يعني هو العيد الكبير دوت اللي هو العيد اللي فات ده. طيب وبعدين؟ ورجع بقى يا عم الشيخ، فضل رجع بقى، رجع لطبيعته تاني. طيب هو ايه بقى اللي خلاه كان كده ورجع تاني؟ ما هم بقى بيفضلوا، كان هو بص يا عم الشيخ لما سمع مكالمتك من الكبائر وده قال لك لا انا خلاص حرام ومش حرام وانا مش هقدر اشربه تاني، هم سجارتين لغايه ما خفوا، لغايه ما بطلوا خالص. لا ما احنا عندنا ما فيش حاجه اسمها سجارتين دول، عندنا اللي يمتنع يمتنع على طول. بدل ما كان بيشرب بالنهار بطلوا خالص. ما انا بقول لحضرتك قعد على النظام ده شهر، قعد على النظام ده يا فضيله الشيخ شهر، ولا يشربوا لحد ولا يسال حد ولا ياخدوا ولا ياخد سجاره ليه ولاصحابه. طيب. ولا يقعد معاهم. طيب رجع له بقى تاني يا عم الشيخ. عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني اكلمه تاني؟ طب انا عايزاك توجه، لا عايزاك توجه له كلمه. وهل انا لما بكلمه في المشوار ده واتخانق معايا فضيله الشيخ بيقول لي ده حاجه ما تخصكيش ما تتدخليش فيها. انا اكلمه يا ام عبد الرحمن. حاضر. بص يا ام عبد الرحمن، بص يا ابو عبد الرحمن، باعتبار ان انا اعتبر الاسم دوت. بص يا ابو عبد الرحمن، انا عايز اقول لك حاجه. بص المخدرات دي مش هتغير حاجه من الواقع، يعني كونك بتشرب المخدرات دي عشان تحس بالانسجام وتحس ان الواقع، وده مش معنى كده ان الواقع سيء. انا دايما بقول للناس الواقع ده عليك وعلى غيرك. طب ليه بيبقى على حد سيء وعلى حد تاني في نفس ظروفه ومش سيء؟ عارف ايه الفرق؟ انت ازاي هتتعامل مع الواقع ده. فالعيب مش في الواقع، وعشان كده سيدنا الامام الشافعي قال نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. المشكله في احنا ازاي بندير حياتنا مع الواقع، لان ربنا سبحانه وتعالى لطيف، عارف ايه الفرق ما بين واحد بيعيش واسرته بتعيش في راحه، ان هو بالفعل صدق وعد ربنا ان الله لطيف بعبادي. لو حبيت احط قواسم مشتركه مع كل اللي بيشربوا مخدرات هو الهروب. قواسم مشتركه مع كل اللي بيشربوا مخدرات ان هم مش عايزين يتحملوا مسؤوليه اللي ربنا وضعها عليهم. وعلى فكره من احلى الحاجات اللي انت ممكن تعيشها هو شعور الرجوله لما تكون قادر ان انت تدير مسؤولياتك. على فكره اولادك هيضيعوا. ما تتصورش ان انت اولادك مش هيتضرروا، ما تتصورش ان المخدرات دي اثرها السلبي عليك انت بس. هذا كذب. اول حد بيتضرر هم المحيطين باهل المخدرات. على فكره المخدرات والادمان المبتلى الحقيقي هو اسره المدمن، مش المدمن. او المدمن بيلقح كدته على الناس اللي حواليه، لكن مين اللي بيتالم ويتوجع من غير ما يكون ليه ذنب؟ اسرتك. اسرتك ايها المسؤول، اسرتك ايها الشخص اللي حضره النبي عرفك ان انت حامل امانه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايه. على فكره انا ما بشيلكش الهم ده، انا بشيلك الكرامه. او اقول لك حاجه، اصلا انا اعرف كتير من اللي شفتهم في جلسات الارشاد بيشربوا مخدرات. عارف بيحصل لهم ايه؟ اكتر حاجه هم بيشتركوا فيها ان هم بيتلذذوا بالمهانه. مش مهانتهم بس، ده مهانتهم ومهانة أهلهم كمان. أنا شايف إن بينك وبين الرجولة خطوة. الرجولة اللي فيها مسؤولية، الرجولة اللي فيها محبة الله ورسوله، بينك وبينها إن أنت تسيبك من العبودية للمخدرات.